في ايه يا برنس؟ في ايه اللي بيحصل في الكرة المصرية؟ اغيب يوم بس، اغيب يوم ما اعملش فيه فيديوهات، الدنيا تتقلب في الكرة المصرية. يا فتوح، ايه يا فتوح، ايه اللي انت عملته ده؟ ايه اللي انت عملته ده يا ابني؟ انا غبت يوم واحد، يوم واحد الدنيا اتقلبت يا جدعان، الدنيا اتقلبت. ولكن نتكلم بقى على فتوح، جايين نقول كلمتين على قصة فتوح. فتوح النهارده مش هقلب الدنيا من امبارح، من امبارح لليوم اللي انا كنت خايف فيه، ولكن سامحني يا برنس، مش هقلب الدنيا بعد قرارات مجلس إدارة نادي الزمالك. وهنتكلم يا برنس كل حاجة بالحق، كل حاجة بالحق، ماشي؟ وارجم بقى حوار الانتماء ده على جنب، ماشي؟ فتوح امبارح يا برنس، لا مجلس الإدارة عرض فتوح للبيع، عرض فتوح للبيع. طب اللي عمله فتوح صح ولا مش صح؟ مش صح وغلط طبعا، وما ينفعش اي لعيب يعمل كده. ما ينفعش اي لعيب يكون عنده ماتش مهم في الدوري ويخرج من المعسكر يا باشا، ويروح يخرج انا بتكلم بقى على فتوح بالذات، ويروح بس سيبك بقى من الزينار وصبحي، يعني اركن لي دوت على جنب. ويجوا يا باشا يعني الزينار وصبحي رجعوا الساعه 2 وفتوح ما جاش، وفتوح ما جاش. طب ده ينفع؟ ما ينفعش، ويستاهل العقوبات اللي تعملوا عليه النادي. انك واحد مش مقدر حجم نادي الزمالك عامل ازاي، انك واحد مش مقدر حجم النادي اللي انت بتلعب فيه عامل ازاي. او ممكن هو بيفكر من الناحيه الثانيه، لو بقى امور تطفيش تتلككي، انت فاهم، بيتلكك. فقصه فتوح لما المجلس اداره امبارح يعني عرضوا للبيع هو والزناري وصبحي، فتوح النهارده لغى المتابعه لنادي الزمالك ولشيكابالا. طب شيكابالا ماله؟ يعني شيكابالا ماله؟ ماشي. القصه هنا فيها لغط كبير، فيها ليله، ان قصه فتوح ده احسن باك شمال في مصر في الكوره، ولكن قصة الأدب والالتزام دي بتحط تحتها 9800 خط. لأن أهم من اللعيب أو يعني الأهم من الكورة الأدب والاحترام والتقدير والالتزام وكل الكلام ده. واللي احنا عرفناه إن فتوح مش دي أول مرة يعملها. كذا مرة بيسيب المعسكر أيام المجلس اللي فات وبيخرج يا باشا وبيتفسح وبيجي والليلة دي، بس إيه القصة ما كانش في حد بيعرفها. فتيجي تبص، طب يا جدعان ده ينفع؟ لا ما ينفعش. ده ينفع مع الاهلي؟ برضه ما ينفعش. طب نيجي بص للمبلغ اللي هو طالبه فتوح، مبلغ خرافي، ومصدر داخل النادي الاهلي قال لك لو احنا تفاوضنا مع فتوح احنا لينا شروط ولينا سقف محدد في الرواتب، واحنا مش هنعدي السقف ده. لو فتوح طلب اكتر من كده ما يلزمناش يا باشا. ده اللي قاله النادي الاهلي، والصراحه الاهلي في الحته دي 100 على 100. ولكن فتوح بقى ابراهيم فايق، وانا طبعا بصدق ابراهيم فايق مليون المية، قال لك الأولوية لفتوح ورغبته هي انتقاله إلى النادي الأهلي. قال لك دي رغبته الأولى وكل حاجة، انتقاله إلى النادي الأهلي. فتوح اتقعد معاه، اتقعد معاه من النادي الأهلي من يناير، من يناير، من أيام فاكر موضوع اللي طلعه عليه سمعة وموضوع المنشطات والقصة دي، فاكر أنت الحوار ده؟ فهي القصة من ساعتها فتوح هو متضايق. ففتوح جاي له عروض كتير جدا، حتى في زد دخل في الحوار، وكابتن سيف زاهر قال لك لا مش هينفع نجيب لعيب من القصه ديت، ولازم نجيب لعيب منتظم والكلام ده. وبيراميدز ناطط في الحوار، ناطط يا باشا، خدوني معاك ولارشق نفسي. فالقصه هنا الاهلي هيخلص؟ الاهلي طبعا هو عاوز فتوح، ان الاهلي هو كده بيدور على بديل علي معلول، فهو عاوز فتوح يا باشا. والاهلي قاعد منتظر، يعني قاعد بص ايه اللي هيحصل، فاهم قصدي؟ فالاهلي قاعد عمال ايه يراقب من البعيد لبعيد. شفت التصريح بتاع كولر؟ إيه الاهلي بيبص بذكاء زي النسر، ويستنى اللحظه المنافسه المناسبه وينزل يهمش يخطف الصفقه. فانا حاسس ان الاهلي هيعملها، حاسس. ولكن ان فتوح يعمل الليله دي كلها، وان النهارده كان مفروض ان اللجنه امبارح طلعت قال لك احنا نقعد مع فتوح ونعمل معاه تحقيق والقصه دي، النهارده يا باشا فتوح ما راحش، فتوح ما راحش. فقصه كده فتوح بينهيها خلاص يا باشا، ماشي. فتوح النهارده ما راحش، وبرده فتوح النهارده نزل ستوري على الانستجرام وموشن اللي هو بيضحك ده وبيعيط من كتر الضحك. معناه ايه طبعا؟ معناه ان هو بيضحك على القرارات اللي خدتها مجلس الاداره، ان هو عرضه للبيع والكلام ده. ففتوح كده يا باشا رسمي فهم نظمي مش مكمل مع نادي الزمالك، مش مكمل.
خلاص يا باشا انسى الحوار ده، مش هيكمل، مش هيكمل مع نادي الزمالك القصه. انت انا لما يجي الاهلي فالقصه، انا لو انا نفسي، انا نفسي فتوح يجي الاهلي طبعا، انا كاهلاوي ماشي، ولكن كذا يعني كزمالك او جمهور نادي الزمالك انا متضايق. لا ما ينفعش لعيب مثلا لو انا في الاهلي لعيب اعمل معاه كده، اتضايق ان اللعيب يعمل معاه كده، يسيب له المعسكر والكلام ده. لا يا باشا يمشي، مفيش حد اكبر من النادي. واحسن حاجه عملتها اداره نادي الزمالك، احسن حاجه عملتها ان هي مفيش حد اكبر من النادي. اداره الزمالك حرفيا دلوقتي يا برنس بتحس ان هي بتنظف، بتنظف يا باشا. عاوزين نبدا يعني نبدا على النظافه، كل الناس اللي مش مقدره حجم نادي الزمالك نمشي يا باشا. وفي ابراهيم فايق النهارده قال لك في ثلاثه كمان، ابراهيم فايق النهارده في الراديو قال لك في ثلاثه كمان، في ثلاثه الاداره بتراقبهم، ولو ولكن هم ما عملوش لغايه دلوقتي التصرف، ان الاداره بتنظف، الاداره عاوزه خلاص تمشي كل ده، عاوز تبني فريق محترم، فريق ملتزم، فريق عارف نادي الزمالك يعني ايه. فبيقول لك ان الاداره بتنظف دلوقتي، قالت يعني هو ابراهيم فايق قال لك الاداره قالت يعني مش مهم ناخد اي حاجه، مش مهم ناخد اي حاجه السنه دي، ولكن نبني فريق كويس، نبني فريق قادر، نبني فريق يعني ما فيهوش مشاكل ولا في الليله دي ولا في القصه دي. فده اللي هنشوفه الايام الجايه. ولكن فتوح مش في الزمالك خلاص، يعني حتى حوار التجديد انساه، ما فيهاش تجديد، ما فيهاش. فالقصه هنشوف بقى هل ينتقل الى النادي الاهلي في يناير ولا ايه. ولكن انا توقعاتي ان فتوح هيمضي في الاهلي في يناير. سلام يا برنس.